السلام عليكم. وعليكم السلام أخي عمران، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب على الأستاذ أحمد. منين عم تحكي معنا أخي عمران؟ من حماة أستاذ أحمد. من حماة. نعم. حدثني عن الأجواء الميدانية عندك في حماة. سيدي الأجواء الميدانية ما بتطمن من أبدا. الجيش، إن جيش النظام وأمنه وشبيحته، وحتى هناك عناصر من الصدر وعناصر من حزب الله وعناصر من حرس الثوري الإيراني الآن في مشعل 40 لليوم السادس على التوالي يقومون بهدمه إلى الآن، وهناك ضحايا وجرحى كثيرا، والآن قاموا باقتحام القصور وباعتقالات عشوائية وبحرق للمنازل، حتى إنهم يعتقلون الشباب ما فوق 18 ويقومون بسحبهم إلى الخدمة الإجبارية. نعم سيدي الكريم. نعم. طيب أخي عمران، أنت من شباب الداخل وأنت ممن رفعوا لافتات تؤيد المجلس الوطني وكتب عليها المجلس الوطني يمثلني بعد تلك الجمعة العظيمة التي رفع فيها هذا الشعار، هل ما زلتم تعتبرون المجلس الوطني يمثلكم؟ سيدي أريد أن أبدأ معك، إن المجلس الوطني عمل جهده على توحيد الصف، ولكن هناك أياد دخلت فيه وشوهت صورته، فالمجلس الوطني كان عليه بدلا من القرارات الكثيرة والمتشعبة كان عليه على الأقل وقوف بشكل صارم أمام الدول المتقادمة. طيب عفوا أخي عمران، يعني من هي هذه الأيادي؟ ماذا تقصد بأيادي دخلت لهذا المجلس؟ سيدي الكريم، لا يمكن أن نقول أن جميع أعضاء المجلس الوطني هم فعلا يريدون أن ينتصر الشعب السوري. نعم. لابد أن يكون مخترقا. طيب. نعم. طيب أخي، يعني دعنا نتحدث بوضوح أكثر عن أحمد رمضان، والذي يعني له صولات وجولات كثيرة في هذا المجلس، ومما فعله أحمد رمضان في هذا المجلس أن أصدر بيان باسم المجلس ينعى فيه شقيقه الذي قتل في حلب، وأهالي حلب يعلمون من هو شقيق أحمد رمضان. لماذا يتبنى المجلس يعني وينعى فردا مواطنا عاديا من سوريا، سواء كان شبيح أو غير شبيح؟ لا نعلم، هذا الحكم متروك للتاريخ ولأهالي حلب أنفسهم وللثوار في الداخل، ولكن يعني 30,000 شهيد لم نسمع نعوى لأحد منهم إلا شقيق أحمد رمضان، لماذا؟ سيدي الكريم، لا يحق لهم أن ينعوا أي شخص، ففي حماة يعتقلون النساء سيدي الكريم، ويعتقلون الشباب، ويقومون بحرق بمادة الفوسفور. أين المجلس الوطني من هؤلاء؟ لماذا لا ينعى في هؤلاء؟ أين المجلس الوطني من المجازر اليومية؟ أين المجلس الوطني من الطائرات التي تقصف يوميا؟ لماذا لا يحدد موقفه؟ لماذا لا نراه إلا كالمشاهير، لا نراه إلا على التلفاز؟ طيب أخي، يعني الآن ستعاد هيكلة المجلس الوطني خلال أيام في اجتماع سيتم عقده في قطر، سيحضره الأعضاء جميعا 300-400 عضو، لا أعلم العدد بالتحديد، فلا نعلم من هذا المجلس إلا 4 أو 5 أسماء فقط هي على الواجهة، يتصدرهم عبد الباسط سيدة وجورج صبرة وثم أحمد رمضان. ماذا تطلب من هذا المجلس الذي سيعقد اجتماعا لإعادة الهيكلة التنظيمية كما يقال؟ أطلب منهم أن يعيدوا هيكلتهم، وأن يعيدوا مشاعرهم، أن يقفوا إلى جانب الشعب السوري. الأمهات تناديهم وأرضهم تناديهم، وكرامة إخوانهم هنا تناديهم. الشعب يقتل هنا، الشعب يقتل، النساء تذبح، الأطفال يقتلون. سيد الكريم، أطلب منهم فقط إعادة هيكلتهم بشكل تنظيمي أكثر وبشكل فعلي أكثر، ليكون لهم كلمتهم على الأرض. طيب أخي، إذا كان المجلس الوطني بكل أعضائه بمجمله غير قادر على صرف مبلغ إلا موافقة شخص أو شخصين، كيف سيمثل هذا الشعب، وكيف سينظم، وكيف سيلبي النداءات التي ناديت بها؟ سيدي الكريم، التنظيم هو شيء يعني حلو مثل ما بيقولوا، يعني إذا بدك تعطي مثلا لأكثر من واحد
يمكن أن تسرق الأموال، ولكن إذا كانت منظمة في أيدي أمينة نحن لا ليس لدينا أي مانع. المهم أن تصل إلى الشعب السوري، المهم أن تصل إليهم ويقومون بشراء الدواء وشراء الغذاء الذي ليس متوفر اليوم في المدن والقرى. فقط نحن نريد أن تصل، إن كانت على أيدي هؤلاء وإن كانت على أيدي من يكونون. فنحن الآن في البداية، نحن لا نطلب منهم أن يشكلوا حكومة كبيرة، نطلب منهم فقط أن ينظموا أنفسهم كيفما كانوا. شكرا، شكرا لك أخي عمران على هذه المشاركة. سبق